يصادف تاريخ 8 أغسطس للعام 2018 الذكرى الثانية لتنصيب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ MPS. وبهذه المناسبة فقد نظمت الأمانة العامة للحركة الوطنية حفل لتناول المرطبات، حيث جرت المناسبة بحضور سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو الرئيس الفخرية لمنظمة نساء الحركة الوطنية الأوف MPS، وذلك احتفاء بهذه الذكرى الحاسمة في ظل الجمهورية الرابعة. الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بدا عباس في كلمته بهذه المناسبة عدد الإنجازات التي حققها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو خلال السنتين الأولى من الخماسية الحالية في المجالين السياسي والاقتصادي، ومن أبرزها تنظيم المنتدى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة، فضلاً عن تشكيل المكتب الجديد للإطار الوطني للحوار السياسي CNDP، وكذا في المجال الاقتصادي تنظيم الطاولة المستديرة بباريس لحشد الموارد المالية لتمويل الخطة الوطنية للتنمية للعام 2017 وحتى العام 2021، مؤكداً في الوقت نفسه بأن الجمهورية الرابعة تتطلب من الجميع تضافر الجهود وبذل المزيد من العمل من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. وأخيرا دعا جميع المناضلين وممثلي الأحزاب المتحالفة والقوى الفائلة بالبلاد نشر الوعي الثقافي من أجل تغيير السلوكيات، لا سيما شريحة الشباب، من أجل إعداد جيل واع وهادف لضمان مستقبل البلاد. الحكومة من رئيس عمل حاجات كتير اقتصاديا وسياسيا. اقتصاديا شفتوا البندي اللي كان في باريس والميز ان دوغ يكون كيف، وهنا في تشاد شفتوا المينستر انا انفيرونمون، المينستر انا اغريكولتور، المينستر انا اليفاج، والمينستر انا الترانسبور. كل عمل اتفاقيات ولا ما دول ولا ما شركات ولا ما المستثمرين في كلام الموية، في كلام الثروة الحيوانية، ولا في كلام السكة الحديد. والرئيس عمل شنو؟ عمل سياسيا حاجات كده اللي بنخلوا البلد بقعد في العافية. قلنا الفرام مرقنا من الفرام، جبنا شنو؟ جبنا دستور جديد. بعد دخلنا في الكاتريم ريبوبليك، الرئيس عند الشيء واي في جيبه ما مرق فيه، الشيء ما مرق فيه جيبه ده نادى الأحزاب السياسية، نادى الناس كله قبلهم، قالوا ما مشوت الفورم عليه كل حق ما تمشي الفورم، هذا الديمقراطية. لكن أنا ندور نبني البلد ده مع الناس كله زول كده نخلي برا ما فيه. قالوا سمع سيد الرئيس أن يكون نعاونوك، لكن تكون اللي نشيل نعاونوك فوق ها تدور شنو؟ ندور كادر ناسيونال على ديالوج بوليتيك، ندخل فوق علينا 15 من المعارضة و 15 من الماجوريتي. رئيس قال أنا قبلتها الشيء ده كان، والقادر ده عم باكر هو بيشيف اللواية وبيشيف الحاجات الكيرة اللي بمشي فوقها في انتخابات. يعني الشيء ده أول مرة في أفريقيا المعارضة والناس أنا ماجوريتي كله بلومه في تيتان الرئيس واحد، وبقول له خلاص عنين نعاونوك ونمشي في الانتخابات اللي في تشاد كان. ده شيء مهم، شيء سياسيا مهم، شان ده بس الأساس أنا العافي. بحضور العديد من المناضلين والمناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم حجر لميس، تم تنظيم احتفال بالذكرى الثانية لتنصيب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لقيادة البلاد. وعلى هذا الأساس فقد جرى حفل خطابي تحدث خلاله رئيس اللجنة التنظيمية الدكتور حسين أبكر أمبودو، والذي قدم الشكر لكل المناضلين والمناضلات على اليقظة والتعبئة للمشاركة في هذه الاحتفالية التي تقلد فيها رئيس الجمهورية قيادة البلاد، والتي توجت بعدة إنجازات في كافة الأصعدة على الرغم من الوضع الاقتصادي والعجز المالي التي تمر بها البلاد. وفي ذات السياق فقد تحدث الأمين العام
الإقليمي للمجلس الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ أبكر موسى كلي، والذي عدد إنجازات رئيس الجمهورية والمكللة بالنجاحات على الصعيد السياسي كتنظيم الملتقى الوطني لإصلاح المؤسسي وميلاد الجمهورية الرابعة وتحديث الإطار الوطني للحوار الوطني السياسي، وحي روح التفاهم السائد بين مختلف كما تداخلت ممثلة الشعب لدى الجمعية الوطنية فاطمة نور الشام، والتي سردت دور المرأة الشادية ومشاركتها في المحافل السياسية وريادتها في اتخاذ القرارات. كما خاطب الحضور النائب البرلماني عمر عبد الرحمن حسن، مشيرا إلى مكانة المرأة وأهميتها في الحياة الاجتماعية وضرورة إعطاء أولوية لها في المجال السياسي والاجتماعي. وسط هذه الفرحة العارمة لمناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم البحيرة، فقد نظم المجلس الفرعي للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم البحيرة هذه الاحتفالية بمناسبة إطفاء شمعة الذكرى الثانية لتنصيب فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رئيسا للبلاد. هذا ما دعا رئيس اللجنة المنظمة محمد ملاولي الذي رحب بالحضور وأشاد بالدور الريادي لمناضلي المجلس الفرعي للحركة الوطنية للإنقاذ حاكم إقليم البحيرة محمد أبا علي صلاح، تداخل في كلمته بصفته كمناضل وباسم المكتب السياسي للحركة الوطنية للإنقاذ في البداية أثنى على المشاركة الفاعلة لجميع مناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ وضيوف الشرف لبرلماني إقليم البحيرة الذين شاركوا في الاحتفالية بالذكرى الثانية لتنصيب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو التي تعد مفخرة لجميع التشاديين وليس أعضاء الحركة الوطنية للإنقاذ فحسب، حيث أعطى محمد أبالي صلاح لمحة عامة عن الحركة الوطنية للإنقاذ صانعة السلام والديمقراطية منذ العام 1990، كما تطرق إلى الإنجازات التي حققها رئيس الجمهورية خلال العامين التي تمثلت في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، سيما الجمهورية الرابعة التي أعطت المرأة والشباب مكانتهما والتوجه نحو الرقي والتقدم في كافة الأصعدة. هذا وقد انتهت المناسبة بمأدبة أشاء على شرف الاحتفال بإطفاء شمعة الذكرى الثانية لتنصيب فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، تقاسمها جميع المناضلين بالفرحة والتهاني والتبريكات فيما بينهم. إليكم هذه برقية تهنئة. يسر المكتب الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بالمملكة العربية السعودية أن يتقدم بأسماء آيات التهاني وحر التبريكات لفخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو وللشعب التشادي بمناسبة الذكرى الثانية لتنصيبها لرئاسة الدولة، متمنين لفخامتكم التوفيق والسداد وللأمة التشادية دوام الأمن والتقدم والازدهار في ظل الجمهورية الرابعة. التوقيع الأمين العام بالمملكة العربية السعودية الأستاذ عمر موسى حسن عيسى.